القلب في يقين يحيا على هداك ذو الجلال في علاه ما لنا سواه هو واهب الحياة فلنبتغي رضاه القادر الحليم الغافر الرحيم إن قال كن يكن سبحانه العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم في موضوع ذو أهمية كبيرة جدا، وهو موضوع التوازن الحمضي القلوي الغذائي، والذي يهدف إلى تغذية متوازنة بين الحمض والقلوي. فإذا أدركنا أن البلازما، أن الدم والبلازما في جسم الإنسان يميل ناحية المؤشر القلوي، بحيث يكون الرقم الهيدروجيني أو الأس الهيدروجيني ما بين 7.2 و 7.4، فإن جسم الإنسان يعتمد في تغذيته على الأطعمة ذات الشقوق القاعدية وبعض الشقوق الحامضية. فالتغذية المتوازنة هي التي تمنح للجسم رقماً هيدروجينياً معتدلاً. فالبيئة الحامضية للدم تجعل من السائل الدموي والبلازمي وحتى البيئة الخلوية بيئة مضطربة في العمليات الاستقلابية، بحيث تنشط هذه العمليات الحيوية في نفس الرقم الهيدروجيني 4.2 ل 4.4، والتي هي محل إنتاج الطاقة. فمادة الاي تي بي أدونيسين ترايفوسفيت وكذلك طلائعه من السايكلو أدونيسين مونوفوسفيت والسايكلو جوانسين مونوفوسفيت هي مواد لا تنشط إلا في نفس الرقم الهيدروجيني. ولذلك فإن استقلاب السكريات في الخلايا بطريقة مناسبة لإنتاج الطاقة تحتاج أيضاً إلى هذا الرقم الهيدروجيني. لكن السبب الحقيقي لكثير من الأمراض هي مسألة التطرف الغذائي، بحيث إما تزيد نسبة القلوية أو نسبة الحامضية في الغذاء، مما يؤثر سلباً على العمليات الحيوية في الجسم. ومن ذلك الاستقلابات المنشطة للهرمونات والإنزيمات والمفعلة لها. فإذا كانت البروتينات الغذائية هي مصدر أساسي أو المصدر الرئيسي لكثير من الهرمونات وكذلك الإنزيمات، فإن الهستامين وهو هرمون مسؤول عن كثير من التفاعلات الجسمانية ومن ضمنها تفاعلات الحساسية، هو في الأصل حمض أميني يدعى هستيدين، والموجود بكثرة في البروتينات في بروتينات البيض والأسماك والألبان، وكذلك الأدرينالين والدوبامين والنورأدرينالين ينتجون من استقلاب حمض أميني يدعى التيروسين، وكذلك السيروتونين هرمون السعادة والميلاتونين هرمون النوم، هما في الأصل ينتجان من استقلاب حمض أميني يدعى التريبتوفان. ولذلك فإن البروتينات الغذائية مصدر متعادل من الأحماض والقواعد. الأحماض الأمينية ليست أحماض صرفة وليست أيضا قواعد صرفة، بل يحتويان على نفس التوازن. أما الكربوهيدرات فإنها تميل إلى البيئة القاعدية لاحتوائها على كحولات قلوية. وتأتي الدهون والتي هي في الأصل أحماض عضوية ضعيفة لتعطي ذلك المزيج الغذائي من عمليات التوازن الحمضي القلوي. إن البيئة الحامضية هي بيئة مؤثرة على كفاءة المناعة في الجسم. فالفيروسات وهي الجينيوم يمتاز بفاعلية في تمتاز فاعليته في البيئة الحامضية. وكذلك الخلايا المسرطنة والتي تنتج من الأكسدة المضطربة للبذور الحرة أيضا لا تنشط إلا في البيئة الحامضية. وكذلك الأملاح مثل أملاح أوكسالات الكالسيوم
المترسبة في الكليتين والتي ربما قد تسبب حصوات لا تتكون إلا في بيئة حامضية. إن زيادة تناول الأطعمة المحتوية على أحماض هي السبب الحقيقي لكثير من الأمراض نتيجة الإخلال في الاتزان الحمضي القلوي. فزيادة الحامضية هي سيف ذو حدين، فكما أن هناك تأثير إيجابي لفيتامين سي وهو حمض الأسكوربك، إلا أن فيتامين سي لا يعتبر حمض قوي، بل هو أضعف الأحماض العضوية، ولذلك فإن تأثيراته تكون الأقرب للبيئة القلوية أكثر منها للحامضية. ولذلك فإن فيتامين سي يعتبر معزز للجهاز المناعي ومنشط له، كما أن له أهمية كبيرة في زيادة تكوين مادة الكولاجين والتي تقوم بحماية الأوعية الدموية والمفاصل ومعالجة تقرحات اللثة والقرحة الهضمية، إلا أن الإفراط في تناوله يسبب عكس ذلك. ولذا تعد الفواكه الغنية بالفيتامين سي من الفواكه الحامضية، وهذا لا ينعكس على احتوائها هذا النوع من الفيتامينات، ولكن لاحتوائها على حمض آخر. ففيتامين سي قد يترافق وجوده مع حمض الستريك، وهو حمض عضوي يحتاجه الجسم بكميات مناسبة بحوالي 120 ميلي جرام لكل 12 ساعة، وذلك لزيادة تعديل النشاط العصبي ومنع الأكسدة الدماغية وتصفية الكليتين من ترسب الأملاح ومعادلة الدم في حالة قلوية. إلا أن الإفراط بتناوله يزيد من حامضية الدم والبلازما ليصبحان بيئة مناسبة لتكاثر الفيروسات والخلايا المسرطنة. فالبرتقال والليم والجوافة والجريب فروت واليوسف أفندي والليمون والكيوي والبرقوق كلها فواكه تحتوي على نسبة عالية من حمض الستريك، والإكثار من تناول هذا الحمض يؤثر سلبا على التوازن الحمضي القلوي في الدم وبلازما الخلايا، وبالتالي التعرض لكثير من الأمراض. إن مشكلة الجهل في تصنيف الأطعمة كأطعمة حامضية وقلوية يجعل من الإنسان عرضة لكثير من الأمراض التي تنتج من إخلال عملية الأيض الغذائي، وبالتالي يقلل هذا الإخلال من عمر الخلايا في جسم الإنسان وبالذات الخلايا العصبية والتي لا تستطيع التجديد. فمثلا زيادة كميات حمض اللاكتيك والذي ينتج من استقلاب الجليكوز بطريقة الفسفرة ينتج عنه زيادة ترسب هذا الحمض في العضلات الهيكلية الغير إرادية ومن ضمنها عضلات القلب والأوعية الدموية، وبالتالي يزيد هذا الترسب من احتمالية حدوث أمراض قلب متعددة من ضمنها عدم انتظام نظم القلب والأريثميا وفشل القلب الاحتقاني congestive heart failure. كما أن زيادة حمض الأوكزاليك والذي يتناسب تناسبا عكسيا مع مستويات فيتامين دال وبالذات دال 3 الشكل النشط لفيتامين دال قد يسبب زيادة في إخراج الكالسيوم من الكليتين عن طريق البول، وبالتالي يسبب نقص في مستويات الكالسيوم في العظام والعضلات والخلايا العصبية. إخراج الكالسيوم مع حمض الأوكزاليك عن طريق البول بشكل أوكزالات الكالسيوم يؤدي إلى ترسب هذه الأملاح في الكليتين، وربما قد يؤدي إلى حدوث حصوات كلوية. يؤدي استقلاب سكر الجلوكوز بطريقة الفسفرة إلى تحول الجلوكوز إلى حمض البيروفيك واللاكتيك، وبالتالي زيادة ترسبهما في العضلات والدم مما يؤدي إلى الزيادة الحامضية الدموية وحامضية البلازما ومن ثم زيادة الحامضية في الخلايا، مما يؤدي إلى خلل في وظائف الخلايا الجسم وبالتالي حدوث أمراض ومتلازمات مختلفة نتيجة سوء الاستقلاب الغذائي والاستقلاب والأيض الغذائي. طبعا يشكل حساء الخضار المتنوع مصدرا أساسيا من مصادر التوازن الحمضي القلوي في الجسم، حيث يشكل الخضار مصدر أساسي لأملاح البيكربونات والكربونات وبعض المعادن ذات الرقم الهيدروجيني الأقرب للرقم الهيدروجيني لدم جسم الإنسان الطبيعي.
يعد البروكلي والخس والقثاء والجنفير مصدر أساسي للبيكربونات، وبالتالي التقليل من الحامضية التي تشكل أحد المخاطر على وظائف الخلايا الحيوية، بحيث تؤثر البيكربونات بدرجة كبيرة على كل الخلايا فتقلل من التأثير الحامضي المتعالي، مما تؤثر على جذور البيروكسايد المتعدد والتي لها تأثير سلبي على وظائف الجسم. تعد الأطعمة ذات أهمية كبيرة، وبالذات الخضروات والفواكه بالنسبة للتصنيف الحمضي القلوي، حيث يفضل تناول الأطعمة الحمضية في ذروة النهار كما يفضل تناول الأطعمة القلوية في بداية النهار وآخره طبعا في الليل. فالشمام والبطيخ والرمان فواكه قلوية، أما الموز والعنب والمانجو والأناناس والتمر والبلح فكلاهما متعادلان، أما البرقوق والبرتقال والجريب فروت والجوافة والكيوي فهي فواكه حامضية، أما الخضروات فأغلبها قلوية ومتعادلة. فالكوسة والجزر والفجل والملفوف والقرنبيط والكرات والبصل والثوم والجرجير والكرفس والخس كلها خضروات قلوية، أما البامية والباذنجان والبقدونس والكزبرة والبطاطا فتعتبر خضروات متعادلة. أسأل الله العلي العظيم أن يجعل ثواب هذه المحاضرة في ميزان حسناتي. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.